وأخيرا رديت لديرتي الحلوة الحبيبة الكويت. ما بقي من سنوات الدراسة في الخارج إلا هالصور اللي كانت وراها الذكريات والمواقف والمشاعر. أحمد الله أني نجحت بالدراسة، وأحمد الله أن ثوبي النظيف الطاهر اللي سافرت فيه رديت فيه ما تلطخ وظل نظيف. يوم كنت أشوف المغريات كنت أذكر الله وأحفظ نفسي، ويوم كنت أعيش المواقف كنت أتصرف بروح ديرتي وأتذكر منو أنا ومنو أبوي ومنو عائلتي. في علاقاتي مع الناس كنت أحط ببالي أني في الغربة ماني بروحي، علشان كذي كنت أعتبر أي تصرف غير لائق راح يتسجل علي وعلى الكويت. في كل المناسبات كنت أحس أني قاعد أمثل بلدي. عندما تغادر الوطن أحمله معك. نجاحك في التمسك بدينك وعدم الإساءة لوطنك.